مش بين بعد ينزل دول يا جماعه عايزين بس المكان بس مش مستحمل ده مش مستحمل اللي فيه الموميا هو اللي مقفول طب انا خوفا على الموميا هو عشان ما تعرفش هحط لك على دماغه لا يعني حاول بالله عليك ما تلمسوش عشان بير دفن تاني بس احنا ما ننزلوش من فوق لانها مفتوح زي كده من نصها انت صورت التابوت اللي جوه يا استاذ مقبرة مياه في مقبرة تانية طب قولي مقبرة ألف وبي أي وبي وسي كو لا 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 مش مش دي الفتحه اللي عندك دي فتحه اللصوص لما دخلوا الموميا اليوم المكسوره دي المكسوره عند اللصوص today we are announcing the beginning of the discovery of a new cemetery to the north of Tuna Gabal in Middle Egypt it was a part of the big cemetery of the capital of the 15th nome of Upper Egypt we found 8 shafts leading to 8 human tombs belonging to the families and the high priests of the god Tot the god of the area and we found more than 40 sarcophagi, jewelry, amulets, canopic jar, sealed canopic jars, more than 1,000 Ushabti statues. It's only the beginning. تيجي ترجع تاني برضه